الفترة اللي فاتت كلنا لاحظنا انه دور برد شائع وسط الناس كلها، وبعد ما كانت كورونا تقريبا بتختفي رجع تاني اصابات كورونا ترتفع مرة تانية في دول كتيرة جدا. الموجة الجديدة اعراضها بتتشابه لحد كبير قوي مع اعراض البرد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. يعني عايزه اقول ناس كتيره فجاه لقيناها عندهم برد كتير، وكله فاكر انه ده يمكن برد المروحه زي ما بيقولوا، لكن في الحقيقه هو دور كورونا. اسباب الارتفاع المفاجئ مره اخرى في عدد الاصابات سببه ايه يا فندم؟ طبعا هي موجه جديده من الاصابات بكورونا، ودي موجوده في العالم كله. ويمكن انا لما اتكلمت مع حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، من فتره قلنا كورونا لم تنتهي، وان الكورونا كوباء عالمي ما زالت موجوده، ومنظمة الصحه العالميه اعلنت ان الوباء ما زال مستمر في العالم، وكل يوم بيزيعوا كم مليون اصيبوا بالكورونا وحالات الوفيات وكده. انما على الوضع الوبائي في مصر، هي كانت حالات قلت فعلا بصوره واضحه في خلال الفتره اللي فاتت، لكن بقالنا اسبوع او 10 ايام في تزايد في عدد الحالات. فهي موجه جديده من الاصابات بكورونا، وزي ما حضرتك قلتي هي يعني تشابه في الفتره الحاليه كثيرا اعراض الانفلونزا او اعراض البرد. وهي دي الميزه التي تميز كل اصابات الجهاز التنفسي الفيروسي. طيب دكتور عوض، يعني الموجه السادسه من كورونا، هل دي تحورات أوميكرون؟ هل هي أشد خطورة ولا أقل خطورة؟ نقدر نوصفها بإيه؟ وهل لها اسم علمي يعني زي أوميكرون، ولا ما زالت كورونا باسمها؟ أول جديد من أوميكرون. دي اسمها متسمي، بس متسمي بالحروف حضرتك، يعني بيدوله تصنيف حرفي وليس اسما. بحروف لاتينية مع حرف من الأرقام. هو متحور جديد بسيط من متحورات أوميكرون، هو ده المتحور الجديد اللي موجود. لكن الأعراض سيادتك هي في معظم الحالات، في الغالبية العظمى، أقدر أقول لك ما بين 85 و90% أعراض بسيطة جدا. تمام. وتشابه البرد، وحتى البرد أعراضه مش بسيطة، يعني الواحد لما بيجي له التهاب حاد في الزور، صحيح، أو عص ورشح أو تكسير في الجسم، بيتعب، تعب في درجة الحرارة. هو احنا عاده بنصنف البرد على انه حاجه بسيطه، لكن هو فعلا اعراض بسيطه، لم يعني ما بتنزلش كثيرا على الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئتين، فكلها مركزه في الجهاز التنفسي العلوي، لكن معها اعراض عامه واضحه تماما. يعني اقدر اقول لسيادتك بنسبه 90% هي التهاب في الزور، بعض التهاب في الحنجره، بعض السعال، بعض العطس والرش، وتكسير في الجسم، وارتفاع في درجه الحراره. فدي معظم الحالات اللي موجوده. لكن هي القضيه، بس عشان نخلي بالنا ونحترس، هي حتى اعراض البرد اللي احنا بنسميها بسيطه دي هي مزعجه برضه، يعني العيان الانسان لما يشتكي منها ويقعد 3 4 5 ايام يشتكي منها، فيها اعراض مزعجه. القضيه هنا دي خلي بالنا ونستمر في الاحتراز والاحتراس، لأن حضرتك إذا كان 95% أو 90% من الأعراض بسيطة، ما في 5% ممكن تبقى متوسطة أو شديدة. صحيح. لو أنت عملت عشرتك نسبة وتناسب، فممكن ال 5% دول من ال 1000 غير 5% من 5000. فلازم نستمر في الاحتراس. والمرض كجهاز تنفسي أو فيروس تنفسي، أو بنسميه ساعات بالإنجليزي يعني انفلونزا لايك إلنس، لان الانفلونزا نتيجه لفيروس الانفلونزا، لكن الاعراض الاخرى التنفسيه نتيجه للفيروسات الاخرى هي تشابه الاصابه بالبرد او الاصابه بالانفلونزا. طب دكتور محمد، اللي حاسس بالاعراض دي يعمل ايه؟ يعني هل يعمل بي سي ار ويبتدي يتاكد ان هي مش كورونا؟ هل تم تحديث البروتوكولات؟ نرجع تاني نلبس كمامه؟ نعمل ايه؟ تعملوا ايه؟ تعملوا الاتي. اولا، سواء هي انفلونزا او كورونا، فهي مرض فيروسي معدي.
يعني اللي بيجيله انفلونزا معدي زي بالظبط الكورونا. اللي نعمله هو نستمر في الاحتياط والاحتراز، واللي يصاب بهذه الاعراض، وعلى فكره احنا ملاحظين ان عدد الاصابات داخل الاسر في الفتره الحاليه كبير. يعني صح، شخص واحد بيصاب في العيله او في الاسره في اكثر من شخص. حصل. فاللي اصيب او عنده الاعراض يبقى عنده مرض معدي سواء هو انفلونزا او كورونا. طب ايه المطلوب؟ مطلوب انه يعني في نوع من العزل الجزئي، ان هو ما يعديش الناس التانيين سواء على مستوى الاسره اللي هو فيها او على مستوى المجتمع او على مستوى التحرك الخارجي في وسائل النقل او في اماكن اخرى. لابد ان يستخدم الكمامه هو هذا الشخص، وياخذ الادويه اللي احنا بنوصفها له اللي هي ادويه تتعامل مع هذه الحاله. طبعا لو عمل اختبار وطلعت كورونا احنا في ادويه محدده ضد الفيروسات بنكتبها في هذه الحالات، خصوصا الحالات اللي هي عندها بعض الريسك او بعض الخطر لكبار السن او عندهم امراض مزمنه او بياخذوا ادويه مناعه او عندهم ضغط او سكر او القلب او الأدينة. صحيح. طيب يا دكتور، دي نقطه مهمه، يعني لازم نستمر في الاحتراز. ايوه. طيب يا دكتور، احنا كنا عارفين ان الكورونا يعني اعراضها كنا بنعرفها من ان هي الكحه تبقى ناشفه، ما بيبقى فيه سعال ما معمول يعني بشكل معين. الاعراض ربما تشابهت مع اعراض البرد العادي، يعني بقى فيه سعال، بقى ما بقتش الكحه ناشفه، بقت يعني تقترب من الشكل اللي احنا عارفينه من مرض الانفلونزا. نفرقها ازاي برضه؟ ولا هو البرد اصبح بقى تطور الاوميكرون والكورونا، يعني ما بقاش بقى فيه برد، الابديت بتاع البرد بقى الكورونا. الكورونا من الناحيه الاكلينيكيه كانت في معظم الاحيان تشابه كثيرا اعراض نفس الاعراض التنفسيه اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. لكن في بعض، بما انك في وباء كورونا وكانت الحالات كثيره فالاشتباه كان بيبقى اكثر. كان في بعض الاعراض اللي بتخلينا نقول دي غالبا هتكون كورونا. تمام. اللي هي بتشمل مثلا فقدان حاسه الشم. بالظبط. او حاسه التذوق. ايوه. انما في معظم الحالات حتى في حالات الكورونا كانت هي الاعراض العامه دي هي نفسيه اللي موجوده. ايوه. فيعني ما كانتش دي تساوي كورونا. تساوي كورونا لو سالتك حللت ولقيت فيروس كورونا او الاجسام المضاده او التحليل الايجابي للكورونا. واحنا برضو في المعامل بتقدر تفرق هي دي كورونا ولا انفلونزا ولا نوع اخر يعني. انما ليس هناك الا بعض الاعراض الاكلينيكيه اللي احنا كنا بنكتشفها اللي بتخلينا نحط الاحتمال الاكثر ان دي كورونا، منها زي ما قلت لحضرتك فقدان حاسه الشم والتذوق، دي مش موجوده حاليا. انما السعال حضرتك الكحه سواء ناشفه او فيها بلغم دي تعني اصابه الجهاز التنفسي. ساعات السعال بيجي نتيجه احتقان الزور. ساعات بيجي نتيجه الافرازات نازله من الانف داخليا الى الزور. ساعات بتبقى التهاب في القصبه الهوائيه. ساعات بتبقى التهاب شعبي. انما هو دي مش معنى الكحه ان هي كورونا، لا، الكحه دي عرض اخر معناها ان في اصابه في الجهاز التنفسي سواء العلوي او السفلي. اذا كان المريض عنده سعال ومعاه افرازات اللي هي بنسميها البلغم او البصاء، معناها ان في التهاب في الشعب الهوائي. قد يكون التهاب فيروسي او قد يكون التهاب بكتيري. إذا كان مصحوب بحرارة والبلغم ملون أصفر أو أخضر فدي معناها إن في احتمال التهاب بكتيري، وفي هذه الحالة بنتعامل معاه بإعطاء المضادات الحيوية. صحيح. لأن الفيروس لوحده مش محتاج مضاد حيوي. لكن إذا كانت الفيروسات معاها هذه الالتهابات في الحالة دي المريض بياخد المضادات الحيوية المناسبة، وفي هذه الحالة لابد الطبيب يستشيره عشان يكتب له هذه الأدوية. دكتور، كانوا يعني دايما بيقولوا لنا ان المتحورات دايما بتبقى اقل خطوره من الفيروس نفسه الكورونا، الكوفيد 19. هل في خطوره دلوقتي بالاصابه بكورونا اكتر من الموجه الخامسه ولا لا؟ حضرتك التحورات هي وسيله للفيروس عشان يتهرب من مناعه الجسم. يعني الفيروس ككائن حي انت حضرتك لما بتديله مضادات او الجسم بيتغلب عليه بالمقاومه العاديه البشريه هو عايز يعيش.
فبيحصل هذا التحور. على فكره هذه التحورات او المتحورات هي صفه من صفات الفيروسات. يعني الفيروسات بصفه عامه، حتى الانفلونزا قبل ما تيجي الكورونا عندها هذه الصفه انها تقدر تتغير وتتحور. فهذه صفه من صفات الفيروسات، وليس بالضروره ان المتحول يكون اخطر من الفيروس الاصلي. انما النتيجه للتطعيمات ونتيجة لوجود مقاومة بشرية بدأت المتحورات، الصورة اللي موجودة عليها بتكون اللي احنا اللي هي موجودة حاليا أقل شدة وأقل حدة من الموجات الأخرى الأولى والثانية والثالثة والرابعة. طب يعني نقدر نقول إن اللي جاي أسهل ولا أصعب يا دكتور؟ هو لحد دلوقتي اللي موجود قدامنا أسهل. وهو برضو انا مش يعني معلش يا استاذ حضرتك انا مش عايز اقول اسهل واصعب، لان اي مرض او اي اعراض الانسان بتبقى صعبه عليه. يعني كل الحالات اللي موجوده الانسان بياخد له 5 6 ايام تعبان. يعني اللي عنده سخونيه تعبان، اللي عنده سعال تعبان، اللي عنده تكسير جامد في جسمه تعبان. انما يمكن سيادتك تقصد التاثيرات السلبيه الاخرى او التداعيات لما بينزل على الجهاز التنفسي ويحصل التهابات رئويه شديده وكده يعني. فلحد دلوقتي ده الموقف الحالي. انما ما سوف يحدث ان شاء الله نتمنى الا يكون اشد. هي الفكره من الاشد بتيجي حضرتك لما عدد الحالات يزيد قوي. لكن اما اقول لك النهارده زمان كان 85% من الحالات بتبقى بسيطه الى متوسطه. طب ما انت عندك 15% شديده او شديده جدا. النهارده بقى العكس موجود، بقى 95% او اكثر حالات بسيطه او بسيطه الى متوسطه. لكن انا مش عايز العدد يزيد عشان عدد النسبه المئويه دي ما تديش عدد اكثر من الحالات الشديده. صحيح. الحالات الشديده هنا بقى اللي انا محتاج ادخلها مستشفى. صحيح. او ادخلها رعايه مركزه او تصاب بالتهابات رئويه او احتاج تنفس صناعي. فخلينا طول ما سيادتك يعني الوباء موجود عالميا، وطول ما احنا بنرصد حالات، وعلى فكره الحالات لم تتوقف في اي لحظه، يعني هي الحالات قلت بتقل وبتزيد، لكن الحالات موجوده. والحالات زي ما قلت لسيادتك الغالبيه العظمى منها يمكن من 95 الى 96% كلها بتعالج منزليا، لان احنا عارفين التشخيص ازاي والعلاج ازاي وبنتواصل. بروتوكول واضح. فخلينا يعني دايما في مرحله الترقب والحذر عشان لا نسهل قوي ولا نهول قوي. صحيح. عشان انا شايف ان احنا لابد في هذه الفتره طالما في زياده في الحالات كلنا نخلي بالنا ويبقى في نوع من الحرص ونوع من المتابعه، وايضا التطعيمات ما زالت متوفره على مستوى مصر كلها وبكميات وفيره. واللي ما خدش تطعيم ياخده، واللي خد الاولى وما خدش الثانيه ياخد الثانيه، واللي محتاج جرعه ثالثه ياخدها عشان نزود المناعه المجتمعيه التي تقينا جميعا من هذا. على كل حال يعني التباعد الاجتماعي ونرجع تاني نلبس الكمامات ده هيكون اسلم حال عشان يعني ما نتعرضش تاني لدور كورونا لا قدر الله، وربنا يسلمنا جميعا. كل الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه على التوضيح.